رحم الله، فتجب محبته صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام وتقتضي اتباعه وطاعته. ممتاز، كلام جميل. سطر واحد لك، شوف، تجب محبته صلى الله عليه وسلم، البين الحكم وجوب تليق به عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن محبة لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قد يتغنى باسمه أو يترنم أو يرقص، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرقص، قد يبتدع زاعما هذا من حب الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصوفية، يقول تلاحظ أن الصوفية يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الوهابية، هكذا يقول، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قليلا على السنة خير من تجتهد وتصلي كثيرا على الرسول صلى الله عليه وسلم على بدعة. وفي هذا قيل ماذا؟ قيل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تقتصد لك على السنة أحسن من تجتهد وتكثر على البدعة، لأن البدعة مهما أكثرت منها فهي رد، فتجدهم يرقصون أو يعني يترنمون أو يسهرون على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو ابتداع في الدين، لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم لأنكر عليهم، ما هذا؟ ما الذي تفعلون؟ أو يظهرون محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيتغزلون به ويقصدون به القصائد، إما فيها غلو كان يدعون أنه يعلم الغيب أو يأخذ بأيديهم يوم القيامة، أو يصفونه بأوصاف لا تليق به عليه الصلاة والسلام، أوصاف خلقية، يتغزلون بوجهه أو بخدوده أو بشفايفه، كلام باطل لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، زاعمين أن هذا حب للرسول صلى الله عليه وسلم، كلا، بل هذا لا يزيد من الله إلا بعدا. أحسن محبة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة، ماذا كانوا يفعلون؟ يتتبعون آثاره، لا يدعون مستحبا فضلا عن واجب إلا وهم يمتثلون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الصلاة ويصلي نزعا عليه في الصلاة، الصحابة خلفه في الصلاة، لم يؤشر لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبرهم قبل الصلاة، ولم فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم عليه نزعوا نعالهم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما حملكم على نزع نعالكم؟ قال: يا رسول الله، نزعتنا عليك فنزعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في نعله أذى فنزعها لأن في نعله أذى، أنتم ليش تنزعون؟ انتبهتم؟ يدلك على ماذا يا إخوان؟ تابعة تامة، ما قال شو السبب ولا لماذا ولا إيش الحكمة، فعلوا. هذه موقف عظيم يدلك على قوة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلح حديبية موقف آخر، لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا النقاص، يعني اتفق مع المشركين يرجع هذا العام ويعتمر العام القادم، وكان قد وعدهم أن يأتوا مكة، وبعضهم منهم عمر ظن أن خلاص ده وعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يراجع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ألم تعدنا أن نأتي البيت الحرام؟ قال: بلى، لم أقل في هذا في عامنا هذا، ما حددت، ستأتون إن شاء الله. المهم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم، هم تأخروا، لماذا؟ قالوا: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى إصرارهم ورغبتهم الشديدة على أن يمضوا حتى لو قاتلوا المشركين، كما يقول: أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنيا في ديننا؟ خلاص نعتمر حتى لو قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن الله لمنجز وعده لي، سنأتي البيت الحرام. أمرهم، ترددوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يغير رأيه ويمضي فيهم عمره، أمرهم أن يحلوا ما حلوا. فدخل على أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: هلك الناس، هلك الناس. قالت: وما ذاك؟ قال: أمرتهم
فلم يستجيبوا، فقالت ادعو حالقك فليحلق. ها، إذا رأوك أن حلقت أن خلاص يعني ما في مجال أن يتراجع، حلق شعره وتحلل. فما أن خرج وحلق ودعا حالقه في حلق، وإلا الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أحدهم يقتل أخاه ويحلق له من الغم اللي فيهم، لكن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوه في ساعة العسرة لما خرج بهم إلى تبوك. تبوك اليوم لو تردد بالسيارة تتعب، 700 كيلو من المدينة إلى تبوك، كيف عاد في عز الصيف الخروج؟ ليش؟ للنزهة، للقتال. استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تخلف أحد إلا منافق معلوم النفاق، أو حبس العذر، أعمى ولا أعرج ولا مريض، أو ثلاثة من مجموع الصحابة تخلفوا بلا عذر حتى تاب الله عليهم. اتباع، هذا بهذا يرفع الله العبد، اتباع تام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتجب محبته صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام، وتقتضي اتباعه وطاعته. هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنك إيش؟ تطيعه وتتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.